بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحستون أي الأصول الثلاثة حجون إن قد سألنا لنا أبتا سالسيتي مسرتا وزخونت ودسب مسموت زحتت الله زت الأخو نبي نبانا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يمسلزي من نبي يكتبه الكات حتت مالتيو نزي قد دايزن بقار زغلت أبتا زحالفة تنتنا نيرنا حجون أبتا مدمدم تاينا زلنا مالتيو. طبعا الله سبحانه وتعالى لأخات بأبستفال عليه قزي لإقلنا مالتيو زحالفو هزبتات تلائقهم ناب هزبهم مالتهم نعمج أرشاد ماني هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تي الأصول الثلاثة مؤلف انتايب الأبتي تغامج أرشاد مالتي وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. نعمج مريا رسول من ينتلات بهلنا هو نبي الله نوح. نعمج أرشاد مدمدن تاد ماني هو النبي عليه الصلاة والسلام. أول الرسل نوح نعني بالكل أجزي. أما آدم سيدنا آدم كنت دائلنا فإنه نبي آدم عليه السلام نبي أم وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم دمدم تادماني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى بسورة الأحزاب مبل أربع آيات تايلو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مدمدم تاني نبيات مخانم رب سبحانه وتعالى أبره لنا. ولذلك حد كبت أسمات ني رسول عليه الصلاة والسلام العاقب بهالو العاقب مالتايو الذي لا نبي بعده. ولذلك برواية البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أنا محمد وأنا أحمد زي أسماتهم مالتيو وأنا الماحي لهم الذي يمحى بي الكفر نتي كفر نتي كحدت نتي شرك زنبري برسول عليه الصلاة والسلام تمحي خيدو مالتيو مخنياتو أبرهان نيتوحيد حيزم سلزموزو مالتيو وأنا الحاشر لهم الذي يحشر الناس على عقبي بدحري مجرشا بجيكا رسول يلن مالتيو سلزي مباري بزد ماني النبي عليه الصلاة والسلام الحاشر تباهي لهم مالتيو وأنا العاقب لهم والعاقب الذي ليس بعده نبي عاقب مال الدماني مدمدمتا بدحريه نبي زبهال زي يقول لهم مالتهم. إذن محمد أحمد الماحي الحاشر قومون دك سبات كلاتهم أبرسل عليه الصلاة والسلام قبولوا قزي مالتهم شفع زحتلوا قزي وأنا الله يبلو النبي عليه الصلاة والسلام قومون العاقب مدمدمتا إلهم مالتهم بأري نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مدمدمتا سلزخونوا بدحريهم النبي زمت سلزي له. ولله الحمد أبز أمة محمد دماني ببوانو دماني مجددين دعوة زقورو ببوانو نتقنع من قد زحبرو سبات كاب قنع من قد تأليم نبكالي كخد خلو زمال سدمان ببوانو دماني الله عز وجل ولله الحمد علماء غيرو لنا مالتيو زوم علماء زياتهم نزيد دين عبدنا عب حيمانو تسلمنا زخون يخون زين بري يكون كأتون ترى أدلي ويد ما نخودل ويد ما نكن كأن كله دماني بمرتعنا كتاب وسنة جيرم زي حلو ودمان رب سبحانه وتعالى ببوانو جير لنا مالتي ها يعني انتايب العلماء نتم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين نزو كل زي مالت زعقتوا زخونوا مالتهم تحريف الغالين كبهال كله أي المبتدع الذين يتجاوزون في كتاب الله وسنة رسوله عن المعاني المراد فينحرفون عن جهته إزياتهم مالت انحراف زدليو كبت كتاب وسنة وطيهم بخالي تأويل داقور نبكالي زوستو نزي قدائزي زبره الله سبحانه وتعالى ببوانو علماء يتسئلنا مالتهم وانتحال المبتلين أي الادعاءات الكاذبة دين برا حدش نقرات حدش مهزتات وين ويدماني افتراءات عبدين دقبر دماني نزيد ماني زعاليو مالتهم وتأويل الجاهلين أي تأويل الجهل لبعد القرآن والسنة إلى ما ليس بصواب مالت كتاب السنة واضح كله نتصور كله نابزي كالي نابزي معنو خطوي ونزدلي دماني نزيد ماني بكتاب والسنة غيرهم زمال سعلم أدماني رب العالمين هيبنا مالتهم. ولذلك بزي أقاط أمن تايك بلدلي مالتهم كل جزء نحنا
ኣብ ንጓዓ ዘሉ ፋህም ልክታብ ወሱና ኣብ ንደልየሉ ናብቶም ዑለማ ክንፅጋዕ ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ዑለማ ከይድና እንታይ እቲ ሙራድ ናይ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ከምኡ ድማ ሙራድ ናይ ነቢይና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም እቶም ዝበሰሉ ብዕልሚ ካብኣቶም እናቐሰምና ኣብቲ ቕኑዕ መንገዲ ኣብቲ ስራጥ ልሙስተቂም ክንጓዓዝ ንኽእል ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ረቡና ዘ ወጀል ኣብ ሱረት ኒሳ እንታይ ኢሉ ወኢዛ ጃእሁም ኣምሩ ምና ልኣምኒ ኣው ልኸውፊ ኣዛዑ ብህ ወለው ረዱሁ ኢላ ረሱል وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن كل جزي مسائل كما تسأل كلنا بأهل العلم مملس إذي حادي كابتي أبتي قنوع من قدي أبتي سنة رسول عليه الصلاة والسلام كتبوا عزيز حق زكاية مالتي. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين بل أمنكبهم خاتم النبوة نيرهم مالتي. እቶም ናይ ቀደም መፅሓፍቲ ዝፈልጡ ማለት እዮም ንረሱል ዓለይ ሰላት ወሰላም ክርእዎም ወይ ድማ ከረጋግፁ እንትዳ ደልዮም ካተም ዝነበሮምን ይርእዩ ነይሮም ማለት እዮም። ልክዕ ከምዚ ክንዲቋቑሖ ተኣክል ብውፅእ ዝበለት ምልክት ነይራቶም ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ቀደም መፅሓፍቲ እውን ተጠቂሱሎ ማለት እዩ። ኑሕ ዓለይሂ ሰላም ቀዳማይ የሚልና ነቢና ሙሓመድ ድማ መደምደምታ የሚልና ነቢይላህ ኑሕ ቀዳማይ ምዃኖም ኣብ ሱረት ኒሳ መበል 163 ረቡና ዓዘ ወጀል እንታይ ኢሉ ኢና ኣውሓይና ኢለይከ ከማ ኣውሓይና ኢላ ኑሕን ወነቢይና ምን ባዕድሂ ወነቢይና ምን ባዕድሂ እምበኣሪ ድሕሪ ኑሕ እዮም ኩሎም ኣንብያ ኩሎም ርሱላት ተላኢኾም መፂኦም ማለት እዮም። ወነቢላህ ኣቦና ኣደም ውን ነቢኡ ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ኢና ኣውሓይና ኢለይካ ከማ ኣውሓይና ኢላ ኑሕ ክብል ከሎ ሃذ ፊሂ ተስልያ ልነቢ ስ ላ ሰለም ብሓደ ወገን እውን ንረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም መፀናንዒ ማለት እዩ። እስኻኮ እንተሃሰዩኻ ንዓኻኮ ክገድኡኻ እንተበሉ ንዓኻኮ ብሕማቕ እንተዘከሩኻ ቅድሚኻ ዝሓለፉ ነቢያት ውን ኑሕ ኣሎ ካብኣቶም ውን ብዙሕ ፀገማትን ሽግራትን ካብ ህዝቡ ዝረኸበ እዩ ሞ ብኡ እንዳዘከርካ يعني تصانا نعخا زحازي مالتي. إذن موضوع الشاهد انت والنبينا من بعده فهذا يدل على أن جميع الرسل إنما آتوا بعد نوح دحر نوح مزيوم طبعا كم تفلت نبي الله نوح تم هزب مسعبيهم وحدات زامنوا أبتا مركب وزيهم مالتهم أبقى زدحانوا بدحريهم طبعا تي نبوة ويدمان تزر قتلوا مالتهم حد كب تزر إني نبي الله نوح انتهى لنا مالتهم إبراهيم الخليل الذي جعل الله النبوة في ذرية سيدنا إبراهيم كاب ذريانا سيدنا نوحهم سيدنا إبراهيم كاب أم دموتو أنبياء بني إسرائيل بزحاتهم نيرهم مالتهم حادي كاب أتم دماني ودوم إسماعيل كاب زرنا إسماعيل دما هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدليل من الكتاب. أما الدليل من السنة على أن نوحا هو أول المرسلين ليس آدم كم تزبها الآدم أول المرسلين زبلوه نسيكون انتقنوع سيدنا آدم نبي أم مالتهم نبي رسول كنتائي في اللي يزبل ابتدى حالف تحستو بأسفحنا قليتنا ينيرنا مالتهم. إذن أب حديث وينالو مرتعو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بزعبا سيدنا نوح زبولو مالتهم يوم القيامة مسكوني يفزع الناس من شدة الموقف كنتاتنا يوم القيامة كبيديو دك سبات مستشغورو صحاين كنتاتهم مس مرتعهم يموتوا مالتهم شفاعة اليوم ኣብዚ ግዜ እዚ ፈያእቱና ኢላ ኣደም ናብ ነቢላህ ኣደም ይመፁ እሞኒ ያ ኣደም እብልዎ ስኻ እንዲኻ ረቢ ስብሓን ተዓላ ብኢዱ ዝኸለቐካ እሞ ደይ ትሽፍዑና ምስ በልዎም እንታይ ይብልዎም ሰይድና ኣደም ኣንታ ማለት ኪዱ ድኣ ናብ ኑሕ ይብልዎም ማለት እዮም። ኑሕ እንዲዩ ቀዳማይ ረሱል ናብኡ ኸይዱ ኢኹም እብልዎም። እዚ ኣብ ሪዋየት ልቡኻሪ ወሙስሊም ደሎ ሰባት ናብኣቶም ናብ ነቢላህ ኑሕ ይኸዱ ሞኒ ኣንተ ኣወሉ ረሱሉ ላሂ ፊ ልኣርድ ንስኻ እንዲኻ መጀመርያ ኣብ ርእሲ መሬት ዝተለኣኽካ ረሱል ኢሎም ይዛረብዎ ማለት እዮም። ንሱ ድማ እዚ ጉዳይ ዝከቢድ ናብ እገለ ኺዱ ናብ እገለ ኺዱ እንዳተባሃለ ኣብ መጨረሻ ናብ ረሱል ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ይበፅሑ ማለት እዮም። ሸፋዓት ልኩብራ ዝተዋሃቡ ስለ ዝኾኑ ድማ ኣነቢ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ይወሓሱ ማለት እዮም።
سيدنا عيسى كم تفلوت أما جرى شاق يا مخا أكل كله كم يوم كتسو كم بحدش أبو الدنيا خم دموتو تتقيسلنا له أبو حديث مالتو أنت خونا جن كم يدات ممتص أنا توم كاني ده الرسول ممتص أم كاني آخر الرسول كخنو بلوم دون خلنا عيسى أنت دعينا بزعبازي سي حدا خبتهم علماء ابن عثيمين رحمة الله عليه تايبل وأما نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان فإنه لا ينزل على أنه رسول مجدد رسول مجدد كونه أي كونن دمتص عيسى ابن مريم بل ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة رسول عليه الصلاة والسلام بحقنا قرآننا السنة بوخ فرديو دمتص مالتو لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى يخونك إن يمزن بارو يخون نبيات محمد انت دعمتو عليه الصلاة والسلام بوخ تأمن لكم تباهي لهم قال سلزاته سيدنا عيسى وين أبي يوم القيامة خمسون كله بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام زفرد مالتي ولذلك ربنا عز وجل بزعبازي عمل كتو أب سورة العمران انتايبل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن مالت رسول عليه الصلاة والسلام كلهم نبيات انتاي قال آتيهم مالتهم انت دعا محمد متيكم عليه الصلاة والسلام نبينا محمد بوخ تأمن لكم نعون كتحقوز بوخ تأمن نعوك تحقوز وانتباهيلهم قال آتيهم مالتهم مالت لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إذن هذا هو الرسول مالت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نيمج الرشاء مدمدمتا ناي نبيات يوم مالت يوم وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت كلهم نبيات ما نكاب نوح جمير كاكساب مدمدمتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام انتا يمدو زوزو نيرهم تلالكان بتوحيد زوزو كاب شرك كاب طاغوت دماني رحق يوم دول نيرهم مالتهم كل نبي يأتي فيقول انتا يدبل نيرهم تلالكا يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره بجك حدا الله بجك حدا الله سبحانه وتعالى زملك بجك بحق تزيكونه قالوا زملكنا يبات اليوم نا الله سبحانه وتعالى تجزو دبلو ببوانو رب سبحانه وتعالى ليخو إذا قال زي أدماني مالت أبسورة العراف أبسورة الهود أبسورة العراف ترح أربعة جزي تدقي مالا أبسورة الهود أبسورة المؤمنون يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره زي أيام زول نير مالتهم ولذلك ربنا عز وجل تقالنا أنبياء كلهم حنت من برا أبسورة الأنبياء وين مبل عسران حمشتن آيان تايلو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رغني كله خلنا زاك آل زي أحزيد متزي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بجيك هاي كالي دم الله يلا نعيت راح تجزؤني التبل يا رب سبحانه وتعالى ملقتي نعات رحم حزم دموتو مالتهم كالي شرايع دماني اللوم هو أب كالي شرايع كفالالي يقولوا أبزا توحيد زياقن حانتهم مالتهم إذن فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده ويحذرون من الشرك به ناب توحيد يززو كاب شرك دماني زت أنققهم نيرهم مالتهم وقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون زي أدماني أبصرة النحل زلا مالتيو إذن كل تمتعو عسني حنت عينت كم زنبرت مالتيو ولذلك لما ذكر سبحانه وتعالى الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم في سورة الأنبياء بزحات أنبياء متذكرهم زلوا قال عسر تربع تزخونوا نبيات تتقسم اللو سيدنا إبراهيم وإسحاق يعقوب لوط هود كمون داود وسليمان وأيوب وإسماعيل كلها بزحات إدريس ذا الكفل وكمودماني ذا النون ذكريا زياتهم تتقسم كبعتهم حدوين سيدنا عيسى بن مريم تتقسم كلاتهم زياتهم استقسم رب سبحانه وتعالى بمنتهي تدهم دماء مبل تسعة كلتن آية مالتو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون لأخال لغازين بار تقنع من قد تخكل تصوعوا أنبياء نزات توحيد زي أمالتو وربنا عز وجل دماني كلات أمة زي حانتي أمالتو وأنا ربكم فاعبدون كلاتهم أمة محمد يقولوا أمة عيسى أمة موسى كلاتهم حانتي أمالتهم كلاتنا بحانتي ننترنف
بجك حدا الله سبحانه وتعالى كالي بحق اسم الله يلن زبل إذا عينت زيهم حزم مزيهم مالتهم وخمت زبلنا اختلاف الشرائع كله يخليه قال يوم أربعة معلت يخون ويسلاسة معلت ويعسرة معلت ويعسرة معلت خطأم يخوله سلاته من فولي كخون خيل أبت شريعة مالتهم أبتوحيد قن أي فلا لينهم إذن كابتوحيد دوات أسب نبكالي عبادة زقبر انت الأخوين كان من قد نبيات وات إلو بحق إذن من الله بجك حدا الله سبحانه وتعالى كالي اللي انتبل نعايهم حزم كلهم أنبياء متئم مالتهم شريعة يعناتاتهم كفالة لي إخيلي كمتي ربنا عز وجل أبصورة المائدة مبل 48 آية انتايلو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة نقول إن الناتو من قد إن الناتو شريعة غير للرب سبحانه وتعالى أبقالي حلال زنبير ممكن أبقالك حرم إخيل مالتي أبقالي يوم حرام نيرب تحادوين حلال كون خيل الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء أبزدي ليو جيزين أبزدي ليو وقت دلايو كحرم دلايو حلال قبر نا الله سبحانه وتعالى دوك وزات أرهي يقول مالتي دلايو يزقبر نحنا باروتينا حرائي لنا نستسلم مالتي ولذلك أب شريعة كنت تفعلالي أب توحيد لكن أي فلالين يوم مالتهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تايلهم نحن الأنبياء إخوة إلهم كلتنا أنبياء أحواتنا إلهم إخوة من علات أبونا واحد وأمهاتنا شتى لك كم زي أبوهم حدي أديهم استفالة لي زخنو أحواتنا مالتي واتم في اللين يدك من تاي مسالي خون له كم شريعة مالتي تشريعة ولا أنت تتفالة لي نايت أم يخون ناي سلاة يخون ناي كالي أنت تتفالة لي أبتا توحيد لكن كلتنا حادينا نحن الأنبياء إخوة لهم حادي خب حادي دفال عليهم يبلون مالتيو إذن الأصل الذي بعث له والدعوة إليه هو التوحيد تقنددت الأخواقين نبتا توحيد يا مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تابلو وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي دغرب مقربان أي سيدنا عيسى سني أنا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام مخنياته أمونغين أمونغون سني نبي اللني لهم قد ذكره نعين السؤال مالتهم إذن هو آخر الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام مجرشا نهي رسولات كلم نبينا من نيرو انت رأيك عيسى نيرو مجرشا مدمدم تخبينا يتدمدمو برسول عليه الصلاة والسلام ولذلك برواية البخاري اللو قول سلمان الفارس انتايبل سني إن بين عيسى ونبينا محمد 600 سنة يبل مالتا منغو سيدنا عيسى سقاب سيدنا محمد زلو قزي قال شدش تميت زخوون عمت حالفوا مالتي أن الله قد بعث في كل أمة الرسول زخونت تكون هزب دماء نبي زي حالفا يلن نبي تلاقي خوي مالتي مخناتو صبح نقو أي فلتنان زي برهالنا خوينو زي كان عبتقنعنا تمن قدقونو أي فلتنان نخيبلو الله سبحانه وتعالى نخل هزبي رسولات ريخو مالتي ولذلك بسورة فاطر مبل 24 آيان تايلو وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كله هزبي حالفوا نبي مالتيو ولذلك انتايم كدبل نيروم انت رأيلنا دماني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يمدبل نيروم نحدا الله تقزو كاب طاغوت دماني رحق يبل نيروم إذا آيازي أدماني أبتي كتاب الأصول الثلاثة تقسوا الله مالتيو إذا أبصورة النحل تركب مبل 36 آية مالتيو ولقد بعثنا في كل أمة الرسول نخل هزبي لأخات اللي إخنا اللو منايل رب سبحانه وتعالى انتهم دبل نيرم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حدا الله تجزو كاب طاغوت دماني رحقوا يبل نيرم مالتهم إذن بعثنا قبل كله يعني أرسلنا مالتيو في كل أمة يعني في كل طائفة نخل طائفة سني اللي إخنا اللو منا هزبي زي اللي إخنا اللو يلا نبل ربنا عز وجل إذن إذا انت يرد أنا مالتي كل هزبي نبي حليفومي تاتي قدسنا دلالماني نمج أرشان مدمدم تاندماني هو النبي عليه الصلاة والسلام مالتي إن شاء الله تي أنبياء كل أخلو انتاي يتنققوني روم انتاي كي إزوني روم كم تي أبتحالف تغسنا وابتدمتسون نشتي تغسنا أبتنا مدمدم تحسنا كنساقاقرينا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.